شوف يا سيد، ما هو ياس انت بتتكلم عن حكاية البقرة. ياس صدق الله العظيم. طيب ما هو بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. عندي وعي تماما وإدراك وإيمان إن هو قلب بقرة. أنا معك، أنا معك في الحكاية دي. هو يعني إذا هي بقرة بني إسرائيل اللي هي قتلوها عشان أمروا إنهم يقتلوا بقرة، فيعني أنا جاهزة. يعني هذا قضاء الله أن يكون قلب بقرة، وما عندي أي اعتراض يا سيد أحمد. والله حبيبي والله، يعني في اللحظة اللي يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في اللحظة اللي يشاء الله فيها إنه يظهر الحقائق. فاهم كيف؟ يعني فعال لما يريد وهي مشيئة الله. بس أقعد أحكي وأزيد وأحكي وأزيد يا سيد عبد الله. تعبت يعني والله، وجع لي قلبي، وجع لي قلبي. الهرج الكثير وأجع لقلبي. فأحمد الله وأشكر فضله إنه أنت كمان بتطمني إنه بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والحمد لله على كده. والله الله جاب، الله خد، الله هو العوض. الحمد لله.